بحضور رئيس اتحاد المحامين العرب، انطلاق أعمال المكتب الدائم بالأردن تحت عنوان فلسطين القضية العادلة. نقيب المحامين يناشد بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات في غزة من التوقف عن العمل. رئيس اتحاد المحامين العرب يحذر من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة. نقيب المحامين، نقابة المحامين بما فيها من قامات قانونية وقوى بشرية، ستظل حاضنة لكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث آليات وقف العدوان على غزة. نقابة المحامين المصرية تدين مجزرة مخيم جبلاية وتطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. نقيب المحامين، بحثنا مع وزير الصحة مقترحات لتحسين وتطوير مشروع علاج المحامين وإمكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. نقيب المحامين، نظام الحوكمة المطبق داخل النقابة مكننا من وضع مصادر الدخل تحت بصر أعضاء الجمعية العمومية ومنع السرقة والاستيلاء على أموال المحامين. النقيب العام يشارك في تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين بالعياط، ويعد بأن يكون نادي أكتوبر الأفضل في الجمهورية. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين عن الاختصاص وأنواعه لمحامي الجدول العام.